حير إلاليها قوده سومالي لان أيا فافاهينا كبحيي دعوده لغسو أوغي قدوميها قولها وكيلادا حير إلاليها قوده سومالي لان عبد الرحمن جامع هايان أيا شيغي إن دعوده أوكسو أوغي قدوميها قولها وكيلادا عبد الرساق قليف أحمد أيتهاي من دستوري هيان وحا او شيغي ان دعوداني اي تهي مد دستوري دعوده دستوري اهنا ايهين دعوده او سرية اي محكمة ده لغفرو او اي كاه دلان كرتو مركدن بيح عقاب لكن آني هد ده اهين دعوده عقابه ده اينا كسل لي دهي قضب كاه تضباطن اي سقالاده اي دستور كاه سمالان حير الاليوه وحا او فافاهيي دعودن او اسمان دافه كدح ابورتي قار كمد شرعي قانه ده اي سياسيين تكال حزبية ده إساقه أو تحي قضبو دستورك كجرة أو شيغيه إن قليفه أو جبيي حير إلاليه قوده وحا أو استعمالي قضبو دستوري أو لجبيي أو جبيي قدوميه قوله وكيلده وحا كمد قضبده بقول لباتن إساقالاده بقول لباتن إسدحاد إيوه قضبك كواده يلاباد دستورك قضبك كواده وقرار نمده يمده بنانده جمهوريه قضبك لباده أو أهلولك هو يبدبه حكومه سوماليلان ان اي كغارتahay سوماليا ايو يري هيان waxa uu sheegay in gudoomiye qaliifa uu sidoo kale jabiyay dhaartii oo u balan qaaday in uu si siman ugu shaqeyn doono shacabka Soomaaliland oo dhan isla markaana uu sheegtay deegaan gaar ah calanka Soomaaliyana uu qaatay waxa uu sheegay in qaliifa uu jabiyay qodobka kontonaada oo sheegaya sida mudanuhu uu u ay karo xubinnimada golaha wakiilada kaasi oo xusaya in mudanuhu uu waayi karo xubinnimadiisa haddii uu golaha ka maqan yahay 20 fadhi waxa uu sheegay in qodobka 49aad faqradiisa 7aad ay sheegayso in xildhibaanada baarlamaanka haddii lagu soo oogo dacwada aan ciqaab ahayn aan golayaasha looga baahnayn wax ogolaansho ah